السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب فارس حسين اليامي من إدارة تعليم عسير صف الثالث ثانوي. شعور عظيم جدا، شعور بالفخر وشعور صعب، لأنه شعور بالمسؤولية الكبيرة العظيمة، لأن احنا بنمثل المملكة العربية السعودية. طموحنا دائما على السماء، بنبذل ما بقول قصارى جهدنا، بنبذل أكثر مما نستطيع. My project is development of universal multi-target antibody-like vaccines against the highly pathogenic coronavirus. في فيروسات كورونا اللي غزت العالم في العقدين الأخيرة، اللي هي SARS-CoV-1 وCOVID-19 وكورونا اللي من قبل اللي هو MERS، غزت العالم بشكل غير طبيعي، مما أدت إلى كثير من الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية، ليس على الصعيد الوطني إلا على الصعيد العالمي. في مشروعي إحنا بنطور لقاح يكون ضد الثلاث فيروسات كلها، فيكون لقاح واحد نسميه احنا مالتي تارجت، يكون لقاح واحد ضد الثري فيروس. انا اساسا اقامتي في منطقه عسير وبعمل على مشروعي في جده، فبواجه صعوبات، لكن بدعم اهلي وبدعم مشرفيني في الوحده الدكتور محمد الفالح والبروفيسور انور هاشم، كثير من الصعوبات هذه يعني قدرنا نتخطاها ولله الحمد. فقد تكون رحله شاقه شويه، لكن تاتي المملكه يستاهل شيء زي كذا. في شغلات أساسية اللي هي الشغف وحب المجال وحب المشروع وحب البحث العلمي، بحيث إن إحنا بنعمل لساعات طويلة لشهور عديدة، نبذل وقت مضاعف، بنبذل مجهود مضاعف وأوقات طويلة جدا. فالشيء الأساسي هو بذل الجهد والوقت والصبر. نوعدكم جميعا ب يعني بذل، ما بقول المستطاع، بقول أكثر من المستطاع، لا منا إحنا ولا من زملائي وزميلاتي في المنتخب السعودي ولا من إدارة موهبي مشكورين. إحنا بنبذل مو قصارى جهدنا، أكثر مما نستطيع بكثير لرفع راية المملكة.